السلام عليكم ورحمة الله. اليوم كتبت مرشحات علوم للصف الثالث الابتدائي، كتبت طبعا كاتبة هواية أنا، بس هسه حبيت أن أكتب لكم مرة ثانية، يعني فراغات، تعاريف، وظائف، تعاليل. زين، عرف ما يأتي. الفسيلة نمو جانبي ينشأ من قاعدة الساق، وتطابق الفسيلة النبات الأم في خصائصها العامة. العضلات نسيج عضلي قوي يحرك العظام، وتتكون العضلة من مجموعة كبيرة من الخلايا العضلية، ويؤدي انقباض العضلات وانبساطها إلى حركة العظام. الأذن الداخلية ترتبط بالعصب السمعي الذي ينقل الأصوات إلى المخ ليقوم بتفسيرها. الجلد هو الغطاء الخارجي لجسم الإنسان، وهو من أهم الأعضاء وأكبرها. تبلغ مساحتها نحو 1.7 متر مربع، ووزنه نحو 3 كيلوغرام في الإنسان البالغ. الأنف هو عضو الشم، يتكون الأنف من فتحتين تسمى المنخرين، تكون مبطنة من الداخل بشعيرات صغيرة ومادة مخاطية تعمل على ترطيب السطح الداخلي للأنف. املأ الفراغات الآتية. يسمى الجهازين الهيكلي والعظمي باسم الجهاز الحركي. يبلغ عدد العظام في جسم الإنسان 206 عظمة. 206 عظمة. يقسم الجهاز العصبي إلى جهاز عصبي مركزي وجهاز عصبي طرفي. الأذن الوسطى تتكون من تركيب تسمى غشاء الطبلة. الأذن الخارجية تبرز فوق سطح الرأس تسمى الصيوان. تتكون العين من 3 طبقات، عددها مع التوضيح الكامل لكل طبقة. الطبقة الخارجية تسمى الصلبة، وتضم القرنية أو بياض العين، وتكون محدبة إلى الخارج. الطبقة الوسطى تسمى المشيمية، وتضم الجزء الملون من العين يسمى القزحية. الطبقة الداخلية تسمى الشبكية، التي تتحسس الضوء وتميز الألوان. هذني طبقات العين. كيف تحافظ على حاسة الشم؟ الجواب: أتجنب استنشاق الروائح النفاذة والكريهة، وأغطي أنفي بمنديل، لأن هذه الروائح تضعف أعصاب الشم عندي، ويجب أن أستعمل المناديل الورقية في تنظيف الأنف، وأن أغطي أنفي وفمي بالمنديل أثناء العطاس وعند إصابتي بالزكام. هنا تعاليل: تجنب التواجد قرب الأشخاص المدخنين، لأن التدخين يسبب أمراضا خطيرة للجهاز العصبي وأجهزة الجسم الأخرى. علل عدم الإكثار من المشروبات الغازية. الجواب: لأنها تؤدي إلى نخر العظام وهشاشتها. تكون الفسائل النامية حول قاعدة النخلة أصلح للزراعة من الفسائل الهوائية. الجواب: لأنها تحتوي على مجموعة من الجذور التي تساعدها على النمو السريع. علل عدم القيام بالحركات العنيفة والمفاجئة. الجواب: لأنها تسبب التمزق للعضلات. علل تجنب الوقوف لمدة طويلة، لأنها تسبب أعياء لعضلات الساقين. علل عدم مشاهدة التلفاز أو استخدام الحاسوب لمدة طويلة، لأنها تسبب إجهاد العضلات العينين. ما وظيفة كل من عظام الجمجمة؟ حماية الدماغ وأعضاء الحس من المؤثرات الخارجية. العمود الفقري أعضاء الوضعية المنتصبة لقامة الإنسان، وإنه يقوم بحماية الحبل الشوكي الذي يمر من خلاله المؤثرات والصدمات الخارجية. عظام الصدر تحمي القلب والرئتين. الحوض والذراعين تساعد الجسم على الحركة. عندنا عدد وظائف الجلد. وظائف الجلد موجودة، يعني يمكن، بس أنا حبيت أن ألخصها لأن يعني طويلة النقاط. يلا عيني. وظائف الجلد: أولا، يشكل الغطاء الخارجي للجسم ويحمي مكوناته الداخلية. 2، يمثل الجلد عضو حاسة اللمس. 3، يعد جهازا إخراجيا من خلاله يتخلص الجسم من المواد الغير الضرورية. 4، يعمل على تنظيم حرارة الجسم. 5، يشكل ملامح الإنسان الخارجية ويعطي لكل إنسان شكله المميز. سؤال: عدد أنواع العضلات مع ذكر مثال لكل نوع. العضلات الإرادية مثل عضلات الذراعين والقدمين. العضلات اللا إرادية مثل المعدة والقلب. سؤال: عدد أنواع براعم التذوق. هاي موجودة صفحة 82. وإن شاء الله التوفيق.